ضحك عرب يلا علي الصوت. كيف حالك يا سيد؟ ياسين والله انا من حلمي اني اشوفك. والله موعدك روح اشوفك الساعه 10. متى ان شاء الله حبيبي؟ والله ان شاء الله روح اشوفك. ولدت في الحضانة وانا عشت 5 شهور. اول لحظه لما انقصفت حسيت حالي بحلم، فأخوي مؤيد الله رحمه كان شظية مرقت من هان من هان. صدر بلق برح مرة لو شالني وداني والقصف ضلتني ودانا مستشفى العودة، بس ضلتني صاحي مع البنت ضلتني صاحي. جابوني على مستشفى شهداء الأقصى وقعدوا يعمل في العمليات وبعديها صحصحت. ادي كمان 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 اكثر 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 اكثر. قبل الجسر كنت العب كره قدم اسمه اكاديميه المحتوى. انا بتحدى اصابتي وهذا السابق واحلم بحلمي. صرت افكر كل يوم وانا في مستشفى شهداء الاقصى اني اصير اطلع العب اجري اقرا اتعلم. ضحك عرب يلا على الصوت. كيف حالك يا سيد؟ حققت حلم من احلامي اني اكلم ياسين بونو. يا الله بسم الله منصدم. مصدوم؟ مصدوم. مش بتعيط.